يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وقع مني في حالة ضعف ظلم لشخص، والله إنني قد تبت من هذا الظلم ولن أكرره، وقد اعتذرت من المظلوم لكنه رفض وسبني وشتمني وأنا قد صفحت عنه وأدعو له. سؤاله: هل يستجيب الله دعاءه في وفي أولادي لأنه قد قال إنه سيدعو علي إلى يوم القيامة؟ ربما أنك جيت بحالة غضب وحالة، اصبر لما أنه ينشرح صدره ويتوسع صدره، لا تيأس، عاوده مرة ثانية بالتي هي أحسن. نعم، وإلا ما يسقط حقه إلا بالعفو، حقه ما يسقط بالتوبة، لازم من العفو منه هو، لكن عليك أنك تلاطفه وتحسن إليه وتنتظر، ما تستعجل. نعم.